الكلام حرف حرف ما عنده ولا نصف دليل أبدا. ومن قبيح ما تربى عليه بعض الناس في هذا الزمان أتباع يحيى الحجوري. يحيى الحجوري ربى طلابه على محبته الشخصية وأنه صار إمام الثقلين، حتى يقول قائلهم في هذا الوقت قال: لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي لكان يحيى بن يحيى الحجوري نبيا من الأنبياء. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة وصل الغلو بهؤلاء الناس. انظروا كيف سفيه يتكلم في أمر العامة والناس تصدق. صار مفتي الثقلين وصار أعلم أهل الأرض، وهو والله من أجهل الناس. نحن قد عاشرناه، من أجهل الناس والله، لا نقولها لأجل أني يعني قد اختلفنا معه في هذا الوقت، لكننا قد خبرناه وقد دخلت عليه مرارا على أمور كان يخطئ فيها وكنا نراجعه، فكان في بدء الأمر يسمع، فلما حصل منه ما حصل صرنا عنده ضالين ومنحرفين ونحو ذلك.